مرحبا أنا حمدي، بالفعل منذ قليل تم غلق مركز الاقتراع الجوهر في الدائرة الانتخابية صفاقس المدينة عند الساعة 6 مساء تم الغلق. احنا موجودين داخل مركز الاقتراع، هنالك مواطنين تقريبا ما زالوا يدلوا بأصواتهم داخل مكاتب الاقتراع، بعد ذلك سيتم غلق الصناديق وانطلاق عملية لا عند الساعة 6، دخلوا قبل الساعة 6 وبصدد إنهاء عملية التصويت. القانون يقول أن الناخب اللي يدخل قبل الساعة 6 يدخل يكمل التصويت نتاعو ويتم غلق الباب، من بعد ما يكمل يغادر المركز. إذا بعد لحظات تنطلق عملية الفرز. بالنسبة للمركز الجوهرة يضم 4056 مسجل حمدي. بالنسبة للمخالفات والخروقات، أكد هنا رئيس مركز الجوهرة نصر بوراوي أنه لا خروقات ولا مخالفات بالنسبة للملاحظين تواجدوا على طيلة يوم الاقتراع. حاليا ما فماش ملاحظين ولا ممثلين عن المترشحين. هذه الظروف ظروف تمت ليقدوا هنا انه عمليه الغلق وعمليه الاقتراع والفتح منذ الصباح تمت بطريقه طبيعيه، وبعد قليل ستنطلق عمليه فرز الاصوات. حمدي. إذا متابعينا كما تشوفوا معنا احنا في داخل مركز الاقتراع الجوهرة بالدائرة الانتخابية صفاقس المدينة عن الهيئة الفرعية صفاقس 2. دونك منذ لحظات تم غلق مركز الاقتراع عند 6 مساء. كما تشوفوا معنا باش تبدأ بعد قليل عملية فرز الأصوات. تم غلق القاعات بعد مغادرة كل الناخبين. نجمو ناخذ معنا رئيس المركز سي نصر البوراوي، رئيس مركز الاقتراع. دونك تمت عملية غلق المركز، الانطلاق تم في ظروف طيبة، والغلق كيفاش كان؟ والله كانت هي عملية اليوم إن شاء الله كانت موفقة، ما فيهاش لا خروقات لا فيها مخالفات لا شيء. كانت الناس كل جاية تنتخب على راحتها. كانت البداية مريحة جدا للناس، كيف كيف الغلقة كما كنتوا حاضرين معنا كانت في كنف الشفافية. بالطبيعة استنينا لنكمل آخر ناخب كمل قام بدوره حقه الانتخابي، وبعد قمنا بإغلاق البيبان واغلاق المركز. وتو ان شاء الله باش تنطلق عمليه الفرز، ومن بعد نكون نسلموا الصناديق وتنتهي المهمه نتاعنا احنا اللي هو اليوم الانتخابي والمراكز، وتبدا مهمه مراكز الفرز. بالنسبه للعمليه فما تم تسجيل مخالفات او بعض الخروقات او فما حد شيء من هذا القبيل؟ لا الحمد لله، العباد كل تحسها متفهمة، العباد الكل عارفة حقها ما لها وما عليها. تجي تثبت الكود نتاعها، تثبت الروم نتاعها، تدخل تنتخب تخرج على الروح، على يقعدوا في الساحة، لا فماش هيك التنسيون طالعة ولا حكاية. لا العباد الكل فاهمة اش تحب تعمل، والواجهة جاية، وبالضبط الواجهة جاية هي جوست باش تعبر على رأيها وتختار شكون باش يمثلها، وحظ طيب لكل المترشحين. دونك بالنسبة للنسبة الإقبال، نعرف أنتم عندكم تحرج أنكم باش تعطيوا النسب، لكن مقارنة بالدور الأول وتو كيفاش تشوفوا نسبة الإقبال أنتم؟ هو احنا ما نجموش نعطيو النسبه بالضبط، اما اللي نقولوه انه النسبه تحسنت برشا على الدور الاول، وكان فما اقبال في المركز. نحكي على مركز جوهر البستان، هذا المركز اللي انا الرئيس نتاعو. نسبه الاقبال كانت خير، والعباد زاده كيف كيف تحس فما عباد ما كانتش فاهمه تو فهمت اكثر يمكن، ولا خاطر الرقم نتاع المترشحين نقص، فهموا شكون اللي يحبوا يختاروا باش يمثلهم في المجلس وفي الانتخابات التشريعيه. شكرا. نخليكم باش تمشيو وتنطلقوا في عمليه الفرز. دونك متابعينا، هذه اطلالتنا الاخيره اليوم في مواكبه لعمليه الاقتراع. منذ قليل كما قلنا تم غلق مركز الاقتراع. ان شاء الله نكونوا وفقنا في نقل كامل فعاليات يوم الدور الثاني من الانتخابات التشريعيه. ما زالت تخطيطنا متواصله ان شاء الله في مراكز تجميع الاصوات واعلان النتائج. اقعدوا معنا اوفياء على الديوان فهم، ان شاء الله نكونوا صوتكم في كل مكان.